شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات الهدى والفرقان ايه شهر الخير يا اعظم شهري انزل الله به أعظم ذكر يغفر الله لمن صام احتسابا أسلاف من ذنب ووزر إنا أنزلناه في ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قدوة الناس أجمعين صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى ضره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصيام والقيام والصالحة الأعمال الله سبحانه وتعالى أكسبت نبغيير نو نجون نو ونبون زكسيون إنه ولي ذلك والقادر عليه الله سبحانه وتعالى ديدون دون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. او الله سبحانه وتعالى ديدون دون لوكورن او مي فس قارتي اي انكيريوو دو جوزيف اي دو سون فرير اي نو ديزيسبيري با دو لا مزيريكورد الله سو سولمون لي جون مكريون كي ديزيسبيير دو لا مزيريكورد الله نعم أيها الإخوة المؤمنون شهر رمضان المبارك هو شهر التفاؤل بالخير التفاؤل بالنجاح التفاؤل بالرحمه التفاؤل بتيسير الامور التفاؤل بتفريج الكربات فلا تنسوا يا عباد الله بان شهر رمضان هو شهر الانتصارات شهر الانتصارات فيه غزوه بدر وفيه غزوه الفتح فيه غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه غزوات اخرى وفيها وفيها انتصارات اخرى للصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا نتفائل في هذا الشهر في هذا الشهر المبارك رغم ان هناك انتشار الوباء في في العالم باسره ونحن نعيش في شهر رمضان اذا فالمسلم لا يفقد الامل

نوكنين ذي نسل من المؤمنين نسعى الايمان نسعى نتقوى ربي سبحانه ونتيسر هذه رحمه ربي، المؤمن يتيسر هذه رحمه ربي، المؤمن دائما يسعى الصبر، المؤمن دائما يسعى الكوراج، المؤمن دائما يتراجع الرحمه ربي يتراجع ثلاثه ربيع، يعلم يزرى بلي شهر رمضان ذا الشهر ذي الشهر نربح. ذا شهر الخير ذا شهر البركه ذا شهر الشفاء المؤمن يزرى باللي شفاء كفوس ربي تلا يزرى الرحمه غور ربيت لا يد تسرو يد تصروحو يزرى ضربي يد تفرج المؤمن دائما كاكي دير انت مأكني ما اكن يفوي لي سعيغ فلان دونيث على عقل مالغي ليا دي مالادي مالغي ليا دي, دي بروبليم مالغي ليا دي غير مالغي ليا دي سوسي مي توجور لو مسلمون توجور ريست فيرم سور سا ريليجيون تي ديزيسبير دي با ماذا قال الله سبحانه وتعالى كيسكي لا دين الله دون لو كورون الى اورينتي الى لي جون دو نو قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اومي سيرفيتور في سيرفيتور كي أمي دي كي ا كومي كي دي بيشي نو با لا تياسوا من روح الله لا تقنطوا, من الله. لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Allah il pardonne من خاف الله خافه كل شيء سبحان الله العظيم فربي وفقنا لما يحبه ويرضاه اذا عباد الله شهر رمضان تتضاعف الاجور والحسنات ويتراحم الناس وتغفروا وتغفر ما تقدم وتغفر ما تقدم من ذنوبهم وسيئاتهم وتتغير السلوكيات والتصرفات إلى الأفضل بإذن الله جل في علاه إذا قال ابن رجب رحمه الله كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان شوف يا عباد الله شوف الأمل شوف الأمل الله سبحانه وتعالى مفرير زيسير اللوفر دون لو موا

المؤمن دوني السرمن روح مو قلت له يمغارنا نغي تمثل غارنا غير واذا كي الحياة مازالت ندير الحياة غصت الطف المسكين ديال دي المصيفات دي كذا دائما كاين الحمد لله الحمد لله كنا صابرين دائما كي ديو الصيانه كي نصاح كي دينا مسلاي العاليه دوين اكي أكيد اكي, أكي زرع الناس ما تقوليني انظر الى نبي الله يوسف عليه السلام لم يفقد الامل وهو وفق وقد فقد بصره وفقد ابنه الثاني وغاب عنه وكذا وكذا إلا أن قال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله Regardez, c'est le prophète Jacob, alayhi salam, il n'a pas, malgré, il a perdu son deuxième enfant qui a, euh, Lorsque ses frères viennent de lui dire que notre frère, euh, notre frère, ils, ils ont dit notre frère n'est pas venu avec nous, il est arrêté à l'Égypte par le roi de l'Égypte à, à, ce, à, à cette époque là. Mais lui, il a dit il n'a pas désespéré. Il a dit, il a dit Ô mes fils, ô mes fils, partez et enquérez vous de Joseph et de son fils et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. سيدنا يعقوب عليه السلام وييساران غاسلنا ناس ودي روحا ودي غالية مسنين النظام ان ناس يطفيت بالملك السلطان السلطان المصري يطفيت غا مسكين ويفشي لا الناس وييساران ان روحا ويتايس ذا رحم ربيهم روحا حوس في يوسف القماس آه انظروا يا عباد الله الى إلى الأمل في الله سبحانه إلى الأمل في الله سبحانه وتعالى وهكذا نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءت الملائكة عليه الصلاة والسلام يبشرونه بالولد مع كبر سنه قال أبشرتموني على أن مسيان الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا يقنط من رحمة الله إلا الضال فيا أخي العزيز ويا أختي الكريمة لا تفقدوا الأمل الأمل في الله الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا وبعد الكرب فرجا وبعد وبعد الضيق مخرجا إنه ولي ذلك والقادر عليه فيثمثن ربي فرجد ربي حنين كريم كلش تقف سيسي قال لا ادي فرج في اللنا غادي فرج في الاول أدي, ادي نزل الرحمه ينس وادي ادي سمير البركه ينس وشهر رمضان شهرنا البركه شهرنا الخير شهرنا الرحمه وانت يسار هذه رحمه ربي غيث مثلا وان ديزيسبيغ با دو لا ميزيغوكور د الله والحمد لله وني فيير دي مسلمون وني دي مسلمون وني دي كرويون ونا دو لا فوا وان ديزيسبيغ با توجور وني فور افيك نوتر فوا وني فور الله سبحانه وتعالى يمنحنا من قوته يمنحنا من من رحمته يمنحنا من عباد الله لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يتامل في سيرته في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما في التفاؤل والثقه بوعد الله Le, 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 le croyant, lorsqu'il, il, 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 il regarde dans la biographie des, 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 des prophètes et la, et la biographie des compagnons des prophètes, ils sont pleins de l'espoir. Ils sont pleins de l'espoir. C'est pas des gens qui désespèrent.

دايما صفرني وذما ربي دايما تكلنا في ربي زرم بلي ربي حنين فريق حنين كريم يتفرج هذا في العباد الناس فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا ان هو يكشف عنا هذه الغمه وأن الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم أفرغ علينا صبرا يا رب العالمين وثبت أقدامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الشهر المبارك هذا الشهر الفضيل شهر الخيرات شهر البركات أن ينزل فيه الشفاء ويضع الدواء على الداء ويفرج جعلنا هذه الغمة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين احتسابا